اتنين عين ساهرة. عين ساهرة. يا ترى بنسهر نصلي؟ بنسهر نصلي؟ بنسهر ساجدين للمسيح؟ مش بنسهر. مش بنسهر نصلي. أظرف وأجمل حاجة في المسيحية الصلاة. باب كل العطايا لم نتركه كاحتياجنا. احنا محتاجين كتير من اجل الضغوط التي تقع علينا كل يوم. احنا محتاجين كتير. ما تبطلش خبيط، ما تبطلش خبيط. يا رب سندني، يا رب استرني، يا رب جويني، يا رب ما تسيبنيش. مش قال اطلبه اولا؟ ها، هو ده ملكوت الله. اسندني، استرني، طهرني، توبني، ارحمني، ارشدني. دول افرع. لو فصصنا وفصلنا طلب ملكوت الله يطلع في الرفيعين دول، في الرفيعين دول. لكن مش بنصلي، بيدوب فينا الضعف. نضعف، نضعف. مصدر القوة الصلاة. الأنبا بشوي كان بيربط راسه في الجلاية كده، في سقف الجلاية. عشان ايه؟ ها؟ لا مش عشان ما ينامش، عشان يتبسط أكتر، عشان يفرح أكتر، مش عشان ما ينامش. لا، أمل يا رب أذنك واستمعني. روح ربنا ميل، روح سايبه وماشي. يلجأ أنبا بشوي يحكم على الصبح. يا ما قلنا أمل يا رب أذنك وميل عشان نكمل وإحنا مشين. رحت فين؟ مش أنت بتقول لي أمل أذنك وأنا ميلت؟ معلش يا رب، رحت النت شوية، رحت التلفزيون شوية، رحت التليفون. إيه ده؟ ما أنت قلت لي ميل عشان تحكي معايا. ما أنت قلت لي ميل ودانك وأنا ميلت أذني. دايما الله يميل ودانه لطالبين ملكوت الله، لطالبين ملكوت الله. خلي بالك، العمر، العمر كله الله ادهولنا عشان نكلمه فيه بس. ما يفضش ثانية لحد آخر. مفيش حد أفضل من المسيح أكلمه. أعطانا العمر لكي نتكلم معه به. احنا مشكلة مش بنحس بقيمة العمر. واحنا أطفال نلهو به، واحنا شباب لا نراه. حينما ندرك معنى العمر يكون خلص. اقول تاني اهو. واحنا صغيرين بنلعب بالعمر، نلهو به. واحنا شباب مش بنشوفه. اول ما ادرك معناه يكون خلص. اجمل حاجة العمر، اجمل حاجة. ده انا بصرخ، بصرخ كل يوم عشان يوم واحد بس. امنحنا نكمل هذا اليوم المقدس. امنحنا، شحتنا، اعطينا، اوهبنا هذا اليوم المقدس. ويديني اليوم المقدس. تعالوا كده الليله دي قبل ما ننام ندي بيان لربنا بال 24 ساعه بتاع النهارده بس. أقول له النهاردة أنا عملت إيه بالعمر بتاعي اللي أنت عطته لي بعد ما صرخت وشحدت منك. بيان بأربعة وعشرين ساعة. واحد، عشر ساعات نوم، خمس ساعات أكل، خمس ساعات نت، خمس ساعات تليفون، خمس ساعات تلفزيون، خمس ساعات إدانة وحكاوي، سبعين ساعة في اليوم. في صفر، بصفر. ينفع؟ ينفع؟ ده يجيب السماء؟ ده يخليه يديني تاني؟ ابنك يا بابا عايز 20 جنيه، اتفضل. صرفتها فين؟ يتكسف. يجي تاني يوم يا بابا، قل له تاني، تاني عايز 20. انا بقول لرب انا عايز ابديه، يقول لي لا، انت ما كنتش امين على القليل فكيف اقيمك على الكثير. خلي بالكم من العمر، خلي بالكم من العمر. مهم، مهم. هقول لكم حاجة تخوفكم. الملاك اللي مكلف بأخذ روحك هيديك مكافأة
الوضع اللي الجيك فيه. أقول تاني، هيحطك في حتة تتناسب مع الوضع اللي الجيك فيه. لجيك مع الله وبتسبح، يقول لك كمل مع الملائكة. لجيك بتغلط، يقول لك لا روح حتة وحشة. عشان كده الكتاب يقول انظروا إلى نفوسكم، بص على نفسك، بص على نفسك، انشغل بيها، دور عليها، فتش وراها. لك نفس واحدة ستعطي عنها جواب أمام الله. مالك إذن والآخرين؟ أنت مالك؟ خلي بالكم، عين ساهرة، عين ساهرة. شوفوا الآية اللي في جامعة 8:1، حافظينها صم. اذكر خالقك في أيام شباب، حد يكمل؟ ها، قبل أن تأتي أيام الشر وتجيء السنون وتقول ليس لنا فيها سرور. طبعا اللي عاش شباب وبعيد عن ربنا بيحزن في كبره، بيخاف، بيترعب. ليه؟ قدامك ثلاث أماكن لما تكبر، يا الأوضة الضلمة اللي في البيت، يا سرير المستشفى، يا دار المسنين. أنت مستعد تتحط في حتة زي كده؟ أهو أهو مقدمات الموت، آخر أيامك، يا الأوضة الضلمة اللي فيها جدك، يا دار المسنين، يا سرير المستشفى. أصعب أيام. ليه؟ الواحد يبص وراه يلاقي حياته كلها شر، يبص لحاضره عاجز مش عارف يعمل، يبص لمستقبله يلاقي مؤلم، ماضي شر، حاضر عاجز، مستقبل مؤلم. خلي بالك، اذكر خالقك في ايام شبابك قبل ان تاتي ايام الشر وتجيء السنون وتقول ليس لنا فيها سرور. كل ثانية لها قيمة. شفتوا السيد المسيح بيقول لبطرس ايه؟ ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ ليه نسهر؟ عشان تشوفني وأنا بتألم عشانك، عشان لما حد يجي ياخدك عنده تقول لا ده أنا تمني غالي، ده أنا شفت المسيح بيشتريني بدمه، ليس بأشياء تفنى، لا بذهب ولا فضة، بدم كما لحمل كريم. لما يجي حد يقول لي أقول لا ده أنا قيمتي عالية، ده أنا قيمتي عالية، ده المسيح مات واشتراني، ده المسيح فداني. ما ينفعش تقول لي تعال خد شقة وسيب مسيحك، تعال خد عروسة وسيب مسيحك، قل له لا. ألم تقدروا أن تسهروا معي؟ نسهر معك ليه؟ عشان تشوفني دفعت فيك دم كبدي، دفعت فيك دمي، تعرف إنك غالي، مفيش تمن يقيمك، مفيش تمن يقدرك.